يعني موعد وضع بعد صلاة العشاء، أنا في ليلتها سبحان الله لم أستطيع النوم، ذهبت قبل الموعد، ذهبت في الصباح إلى الدولة الإسلامية، ذهبت لوحدي، الحمد لله استقبلوني كوني جئت تائب، قمت بحل اللواء كامل وتسليم سلاحي للدولة الإسلامية بشرع الله، ولله الحمد أنا جندي في الدولة الإسلامية. تدور اشتباكات عنيفة بين القوات المدافعة عن مدينة عين العرب شمال حلب وبين إرهابيي تنظيم داعش، كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي صدام الجمل. عام 2013 قمت بمبايعة التنظيم في منطقة الجديدة أجيدات، وبحضور المدعو عام الرفدان والذي كان يشغل منصب والي الخير، بعد الخسائر المتلاحقة التي أملي بها تنظيم الدولة في العراق والشام وانحصاره في المناطق التي هو الآن يسيطر عليها، بعض القرى مثل الهجين والإشعفة والسوسة وباغوز، هو الآن في حالة يعني سيئة جدا، كون القرارات التي تصدر من البغدادي واللجنة المفوضة والتخبط الذي يعيش فيه، وبعد تلقي كثير من الضربات والمعارك وخسرانه كثير من الموارد التي كان يحصل عليها من آبار النفط وغيرها، هناك انقسامات كثيرة داخل التنظيم وانشقاقات وصراعات داخلية، فقد الكثير من مقاتليه الإرادة على القتال، الكثير جالس لا يريد القتال.